صغار معروف بارك الله فيك انه حرام لكن فيه اثنين وقعوا فيه. وشو؟ صغار معروف انه حرام لكن فيه اثنين وقعوا فيه وجالهم عيال والان بدهم يمكن بعد 7 سنوات أو 5 سنوات فماذا عليهم؟ لهم عيال يجددوا النكاح ولا عليهم؟ يجددوا النكاح مع التوبه والاستغفار اذا كان كل واحد ترغب في زوجها يجدد النكاح بدون شرط الاخرى. يعقد عقد من جديد بدون شرط المراه الاخرى كل واحد. مع التوبه والاستغفار ولا شيء ومن اللي ما تبيه يطلقها طلقه واحده. لازم من التجديد بارك الله. نعم واللي ما تبيه يطلقها طلقه واحده. لا كلهم يبيه ابدا كل واحد يجدد النكاح بدون شرط القبيح بدون شرط المراه الثانيه.